أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة حول بدء تطبيق التخفيض الجمركي على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية المستوردة والمصدرة مع تجمع دول المركسور والتي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء تطبيق تخفيض جمركي ل6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع المركسور اعتبارا من اليوم، وذلك في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، مشيرة إلى أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمتين الثالثة والرابعة من الاتفاق والتي ستشهد الانخفاض الجمركي تتضمن الوبريات والمنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال. ويأتي ذلك في إطار التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول التجمع خلال ال4 سنوات الماضية منذ إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين ودخوله حيز نفاذ في الأول من سبتمبر سنة 2017، وذلك للاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع والتي تضم نحو 260 مليون نسمة، واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق أمريكا الجنوبية. وكشفت وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري تعميم قوائم السلع التي تشملها التخفيضات الجمركية على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية في النفاذ لهذه الأسواق الهامة، والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع المركسور. وتشمل التخفيضات الجمركية التي تم بدء تطبيقها تشمل تخفيضا جمركيا بنحو 62.5% على الصادرات المصرية للسلع المدرجة بالقائمة الثالثة والتي تشمل على أكثر من 3400 سلعة، بالإضافة إلى تخفيض جمركي للسلع المدرجة بالقائمة الرابعة بنحو 50% والتي تشمل على نحو 3500 سلعة. لافتا إلى أن هذه الشريحة الجديدة من التخفيضات الجمركية تأتي استكمالا لقائمة السلع التي تم تحريرها بالكامل من الرسوم الجمركية خلال شهر سبتمبر من العام الماضي والتي شملت نحو 600 سلعة. وحققت الصادرات المصرية لدول تجمع المركسور منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة، حيث بلغت عام 2020 نحو 396 مليون دولار مقارنة بنحو 184 مليون دولار سنة 2017 بنسبة زيادة قدرها 115%. لافتا إلى أن الصادرات المصرية تركزت في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية وأيضا الأسمدة الفوسفاتية، وهي من السلع التي تمتعت بتحرير فوري من كافة الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، هذا بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة المحضرة والفاكهة المحفوظة وأيضا الطازجة. ويعتبر الثوم والبرتقال والعنب من أكبر السلع التي بدأت مصر في تصديرها إلى دول التجمع، إضافة إلى الزيتون بكافة أنواعه وأشكاله. جدير بالذكر أن مصر قامت بتوقيع اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع المركسور البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي في عام 2010، ودخل حيز النفاذ اعتبارا من الأول من سبتمبر 2017، وذلك الاتفاق الذي ينص على الإعفاء التدريجية على عدة أعوام وصولا إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقا لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق، قائمة نظام A إعفاء فوريا وقائمة نظام B إعفاء على 3 سنوات وقائمة نظام C إعفاء على 7 سنوات ونظام D إعفاء على 9 سنوات. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا وخصصناها مع حضراتكم حول بدء تطبيق التخفيض الجمركي على العديد من السلع الغذائية وأيضا السلع الاستهلاكية المستوردة والمصدرة مع تجمع دول المركسور والتي تضم كما ذكرنا مع حضراتكم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. شكرا لكم على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات جديدة ومتنوعة على مدار اليوم من تلفزيون يوم السابع.
إلى اللقاء.